هسه احنا بدنا نحكي على موضوع، نرجع على موضوع الكهرباء اللي هو اليوم هذا الحقيقه شاغل كل المواطنين. حكيت قبلك او سيد الوزير مع احتراماتي ما اعرف الرقم مين جابه لي، هو يقول 3000 ميجا عندنا، لا كان عندنا 6000 ميجا واط حقيقه. حاليا عندنا بالضبط اللي احنا بال 2003 25 حسب ما هم يقولون. بال 2003 عندنا 6000 ميجا واط. نعم. لا كنا نشتري غاز الهن ولا كنا نشتري كذا، كله يعني صناعه عراقيه بالضبط 100%. طبعا احنا هسه راح نجي على الكهرباء ومشاكلها. احنا عندنا انتاج وعندنا نقل وعندنا توزيع، بس هناك ضياعات كبيره بمن بالنقل وايضا بالتوزيع. نعم. هو تكلم بس مشكلتنا نقول بالانتاج ما عندنا مشكله، خلينا نقول بالانتاج ما عندنا مشكله. صح اللي يقول 25، انا ما متاكد 25، وحتى اذا كانت 25 ميجا واط هو لا يمكن يشغل كل المحطات بان واحد، لابد ان ينطي شداو يعني استراحه فساعتين ثلاثه لكل مولده، لا يمكن يعني اول محطه جره واحده تشتغل 24 ساعه بهذه درجات الحراره العاليه، لابد ان اكو راحه فساعتين على الاقل. نجي على هذا طبعا فيما يخص الانتاج، نجي على النقل. النقل اللي انت تعرف احنا عندنا مسافات طويله جدا وعندنا شتاء وصيف، عندنا يعني تقلص وعندنا ايضا الاسلاك بالشتاء تتمدد، طبعا العفو بالصيف تتمدد وبالشتاء تتقلص، فده تولد لنا مشاكل. نرجع ونقول نجي للتوزيع اللي هو اهم ما موجود، اللي هو الاسلاك اللي موجوده ممتده من عام. طبعا بلاش على الاسلاك قد يكون اكو قسم من سنه الأربعين وقسم بها من قبل الأربعين وقسم بها بالخمسين حسب المدن او حسب المناطق اللي استحدثت ما بعد الكهرباء. تخيل انت من ذاك اليوم لهذا اليوم هو العمود نفسه والواير اللي ممتد فوق راسك هو نفسه نفس الواير. ينقطع الواير يجيبون وصله واير اخرى ويشدون واحد بواحد بقفايص ويربطوها، ما يبدلون الواير السلك باكمله. وطبعا هاي يوميه طبعا كثره التحميل، احنا بدنا نحكي الحمل، حمل الزايد منين يجي؟ يجي كان مثلا البيت الواحد الشارع الواحد بي مثلا في 10 بيوت او 20 بيت، ال 20 بيت على 600 متر كل بيت بنعطينا 6000، العبوا 6 نفرات ايضا هم بدنا نحكي. ذاك الوقت ما كانت كل البيوت تمتلك ما تمتلك اليوم من كهربائيات اللي موجوده، ما شاء الله كل بيت بكذا سبلت وكذا اجهزه متكامله وان شاء الله كل البيوت هي عامره. إذا يعني معناتها أنا محتاج كهرباء أكثر، فالمحولة اللي موجودة برأس الفرع هي كانت طبعا هسه حاليا بدأوا يغيروهم بعد أنا مناشدة من برنامج آخر على أحد القنوات وطلبت من دولة رئيس الوزراء وأيضا السيد الوزير يروحون يزورون المخازن اللي يتعذرون الصيانة، يقولون إحنا ما عندنا سبير بارت، ما يقول ما عندنا، طلعت شهور يومين ثلاثة يعني شفت بكرات كاملة بباب كل دائرة صيانة. هو بكرة كاملة طبعا البكرة الكاملة خلي أقول لك تنباع مليون و500 جماعة يبيعوها، وطبعا تنباع وبرا الأخ تعرف وين تروح شلون يموعوها يذوبوها يصدروها مرة الأخ يردون يبيعوها الكهرباء، ما نفهم الوضع شلون اللي هو موجود الكهرباء اليوم اللي احنا قاعد نثني على معالي السيد الوزير. طبعا احنا ما نريد لومة واحدة لأن تراكمات داعش من 2003 لغاية اليوم. صحيح يعني مو الرجل هو هو دكتور امانه الله هو معروف ضمن المهندسين لو المحاصصه جابته، بس يعني ضمن المهندسين الكهربائيين او اللي اشتغلوا بالكهرباء الى يعني الى الى خبره، يعني اذا هو موالي 76 يعني الرجل هم يعني 42 سنه تقريبا مش قد سيد العزيز. فيما يخص جميع الوزراء، جميع الوزراء هي يجون عن طريق المحاصصة، ماكو وزير يجي عن طريق يجي يعني على أساس على أساس المهنة، ماكو وزير يجي عن طريق المهنة، كل وزير يجي عن طريق المحاصصة.